الطريق ما والو، هو الملك نورمال، ها هوكم تشوفوا فيه ما غلقين طريق ما والو نورمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. ففي هذا الفيديو إخواني أخواتي غادي نشوفوا كيفاش أن جزائري تعجب أن شف الموكب أو شف جلالة الملك محمد السادس بالسيارة ديالو غادي عادي جدا بلا حراسة بلا حتى شي حاجة. تعجب لان هذا الشيء ما كانش في الجزائر، فراه مستحيل ان عبد المجيد الرئيس الجزائري يتمشى في الشارع بهذه الطريقه. كذلك اخواني اخواتي غادي نشوفوا حقيقه الاعلام الجزائري، حقيقه الخبر واللي نشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودار واحد الضجه كبيره ان سكان السعيديه قال لك دايرين احتجاجات طالبين اللجوء الى الجزائر وكيطلبوا بفتح الحدود الجزائريه. فبقوا معايا الاخوان، موضوع مهم جدا، رجائي منكم كالعاده انكم تدعموا هذه القناه باللايك بالبارتاج كذلك بالاشتراك، وما تنساوش كتابه التعاليق، يعني هي مهمه جدا. ورضا قليب الرايه المغربيه استمري وواصلي، فهذه الكلمات البسيطه ممكن انها تدعم لنا المحتوى. فعلى بركه الله نبداو موضوعنا. الطريق ما والو، هو الملك نورمال، ها هوكم تشوفوا فيه ما غلقين طريق ما والو نورمال. الشعب الطريق هذه غلقينها واحد السمانه وما غلقينها، اللي يسكن في هذه الطريق خصو يحط الطوموبيل تحت كاريها ويطلع ابي. علاش ذاك العذاب عندكم يا رب؟ علاش؟ ها هو مالك فايت نورمال خاوتي، فايت نورمال الملك فايت، ها هما طوموبيلاتكم تشوفوا هو يتمشى طوموبيلات موراه نورمال. شغل شعبي راه يتمشى في الطريق، شغل مواطن عادي، مواطن عادي راه يتمشى في الطريق. اقسم بالله ما على بالي انا جيت هابط في الطريق حتى لقيت الملك فايت نورمال، ويوميا طالع هابط طالع هابط نورمال يتمشى مع الشعب. علاش؟ علاش يتمشى مع الشعب؟ على بالو باللي المغاربه الشعب تاعو ما يخدعش، ما يخدعوش، راكم فاهمين؟ حنا تبون على ما يمشيش وحده، باسكو على بالو لو كان يتمشى وحده عليه، فاهم؟ لا غالب بلادنا في مشا نديرو نتوما من البكري من وقت فرنسا خارجة، مشا نديروكم عربوكم نجيبوكم هنا في وجدة تقراو كيما قرا بوتفليقة وكاع، بصح تخرجوا الطريق الله غالب، نتوما كاع تجو هنا المغرب تقراو وكاع ونعلموكم ونحفظوكم، ومن بعد مع التالي تعاودو تولو تعطو تعطو الله غالب. سبحان الله، ها الملك يتمشى وحدو، ها طونوبيلات الشعب السيركيلاسيون نورمال نورمال، ما على بالوش بيها كاع، بصح بلادو مسقمة. شوفوا ها طونوبيلات حابسين تقطع الطريق نورمال نورمال. وقتاش تولو كيما هكا؟ ها وقتاش تولو كيما ها؟ قولوا سبحان الله، مبردعين المروك المروك المروك، ها هو الملك فايت، هو الملك فايت، هو الملك فايت نورمال. كاش واحد حبس ولا هدر معاه؟ ها ولا قال زعما لا لا خص هذي الطريق نحبسوها، ما كانش يمشي وحده في الطريق. نتوما هكا راكم تخيلوا فيها، والله غير هكا راكم تخيلوا فيها، تخيلوا باللي يا ودي كيجي فايت الملك ما كان حتى واحد يتمشى معاه، شغل يمشي وحده هكا نتوما كنت، والناس كاع حاكمينو يبوسوا له في يدو الملك هكا نتوما تيماجينيوا. لا غالب لا غالب الدولة تاعكم اللي خلاتكم تيماجينو هكا، راكم فاهمين؟ اه الناس كل واحد يقاري في كار، واحد ينفخ في الروض، اقسم بالله واحد ما على بالو بدنيا ما كاع، اللي هابط يخدم من اللي الملك رايح فاني يخدم رايح منا، كل واحد رايح، شوف كل واحد داير حسابو رايح رايح يخدم ويسترزق ولا صديبو راه يحوس، ما على بالهمش كاع. اه زعما هو الملك فات، كاش ما لقيتو نتوما الشعب هاكا مدور في الطريق، اه الملك اه نتوما هاكم تيماجيني، واه الملك صاير في قلبهم ويبغو يبغيهم ويبغو، ها آه صاير، والله غير ابا المغرب باسكو مازال فيهم ريحة الرجال، نتوما كاع اللي بغاها بغاها اللي ما بغاهاش. صباح الخير، صباح مراكش الطيب، صباح اهل المغرب الحبيبين الغالين. هذا من علامات المغرب، جيت والله خصوصا اني بصور عنده، لكن للاسف شايلينه وبيرسمونه مره ثانيه. ابو شنبات معروف لدى المغربيين، تجي دوله ثانيه
حاول انك تنام مع الناس وتصحى مع الناس عشان تكتشف الديره وتشوف شنو فيها ما فيها، مو تنام اخر الصبح وتصحى اخر الليل، ما ينفع. طبعا هذه محطه مراكش حق القطار اللي تربطك بين المناطق اللي برا. شوف النظافه، شوف الترتيب، شوف بساطه الشعب، عندهم امان، شيء طيب. وتمشي ما حد درى عنك، ما حد يتعرضك. خساره كان خسائر عمري اني كنت اسافر تركيا وقعد فيها في الاسابيع وما اجي المغرب. الشعب المغرب يا اخي حبيب والله العظيم، يحسسك انك منك وفيك. دابا الاخوان غادي نمشيو للحقيقة واحد الفيديو اللي نشروه الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو يعني بارطاجوه على نطاق واسع. فمحمد دخوش هذا رئيس تحرير ديال واحد القناة اللي هي قناة الجزائر الدولية، وشي حاجة كبيرة عندهم في الجزائر، وقناة مقربة جدا للعسكر الجزائري. صراحة ملي غادي تقراو هذا الخبر غادي تشبعوا ضحك. فكنا كنتمناو ان هذا السيد او يعني بوصبع المبرد اللي قراو هذا الخبر يجيو غير للسعيديه يشوفوها كيفاش دايره، يشوفوا الناس ديالها كيعايشين. ولكن الله غالب ما كتبش ليهم الله انهم يعيشوا في شي دوله بحال المغرب ويجيو يشوفوا التطور اللي كان في السعيديه والناس ديال السعيديه كي دايرين والناس اللي عايشين في السعيديه كي دايرين. لكن كتب عليهم الله انهم يعيشوا في الفقر، لا ما كيديروا الطوابير على الزيت والسكر. فهما ديك الحاله اللي كيعيشوها كيبغيو يصوروا ويوهموا الشعب الجزائري بلي ديك الحاله ديالهم راها احسن من الحاله اللي عايشينها المراركه. فهاد السيد شنو كيقول؟ قالك بسبب الفقر والجوع والجور مدينه السعيديه المغرب شهدت امس محاوله لجوء جماعيه لسكانها نحو الجزائر عبر البحر. تخيلوا لو تم فتح الحدود، حفظ الله الجزائر، دار العز والامن والامان. فصراحه كان قالوا شي دوله اخرى ممكن تيقوا ان سكان السعيديه بغاو يديروا اللجوء لعندها. لكن الجزائر علاش باغيين يمشيو للجزائر؟ ربما المغاربه بغاو يحسوا بديك الاحساس اللي كيحس به بصبع ملي كيكون داير الطابور على الزيت والسكر والمواد الغذائيه، ويحسوا الفقر والجوع ويحسوا يقصوا بلا ما. هذا الشيء اللي مفتقرين المغاربه، هذا الشيء اللي ما عندهمش عند المغاربه. على اي فهاد السيد كيدعي ان البارح كان واحد احتجاج في البحر ديال السعيديه، قالك السكان ديال السعيديه باغيين اللجوء وباغيين يفتحوا الحدود مع الجزائر باش يهربوا الجزائر. فعلا هذيك الصوره فعلا راه ديال السعيديه، وهذوك الناس ما غاديش نكذبوا هذوك مغاربه. لكن ديك الصوره راه تعود الى 27 يونيو 2018. هذوك مصطفون من سكان السعيديه كيهددوا باللجوء الى الجزائر. لكن علاش؟ غادي نشوفوا المقالات اللي كانت في 2018. فهاد الروبورتاج اللي كاين في البديل نهار 27 يونيو 2018، قالك روبورتاج يرصد بعض الظواهر والاحتلالات بشواطئ السعيديه. الزنقه 20 نهار 27 يونيو 2018، فيديو مواطنون يحتجون على افراغهم من شاطئ السعيديه ويهددون باللجوء الى الجزائر. يعني هاد الشيء كان في 2018 وهاد السيد جا قالك كاين البارح. علاش؟ لان اليوم كاين مظاهرات في الجزائر بسبب انعدام الماء، ما عندهمش الماء، ما عندهم حتى حاجه، فباغيين يلهيو الشعب الجزائري. على اي اخواني اخواتي، اكيد المغاربه ما كاين حتى شي واحد اللي مازال ما زارش مدينه السعيديه. ففي السابق كان الشاطئ ديال السعيديه، فكان دوك البائعين المتجولين يعني كيدوروا في يعني في داك الشاطئ، شوهوا الشاطئ. كذلك يعني دوك صحاب اللي كيكون عندهم الكراسه وكيكون عندهم هذوك المظلات كيجيو مع الصباح بكري كيشدوا البلايص وكيبقاو يكريوهم يعني بواحد الثمن غالي. هذا الشيء ما عجبش المواطن المغربي، والمواطنين او اللي كيمشيو للشاطئ السعوديه تشكاو من هذا الشيء اللي واقع يعني في الشاطئ. كيشوفوا دوك المتجولين دوك اللي كيبيعوا يعني الباعه المارة، تشكاو وجات السلطات جمعتهم من تما. فهادو ما عجبهمش الحال، مشاو في الاول داروا احتجاجات عند البشويه ضد يعني الباشا وضد العامل. ملي فرقوهم من تما غادي يمشيو للشاطئ، وتما داروا احتجاجات وبداو كيبتزوا الدوله كيقولوا لها بلي حنايا غادي نمشيو كاع الجزائر الا ما عطيتوناش حقنا.
فهذا ما كان. هذا الشيء كان في 2018 وتحل هذا المشكل وما بقاش هذا المشكل. واليوم يعني الشاطئ راه تطور، ما بقاش كاع دوك الباعه. واكيد ان الاسبوع الماجي غادي نمشي للسعيديه وغادي ندير لكم واحد الفيديو، غادي نحطو لكم هكاك باش بصوا على المبرده منين يبغي يتكلم يدخل غير الفيديوهات ديالنا او يدخل غير اليوتيوب. اي واحد كيمشي للسعيديه او الروبورتاجات على السعيديه راه كتبين السعيديه كي دايره والناس ديال السعيديه كي دايرين والناس كي عايشين في السعيديه. اذا اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. تحياتي لكم كبيره، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.